الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الله وبركاته، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد إخوته الكرام، ما زلنا فضله ومنه وكرمه وحوله وقوته مع السنن ومع الفقه ومع العقيدة. نبتدئ بالسنن، وعندنا أصول الفقه أيضا بعد الحلقة إن شاء الله تعالى. نبدأ بصحيح البخاري. صحيح البخاري عندنا، ما زلنا مع كتاب الحج. روى المصنف بسنده الصحيح، بل هو أعلى درجة الصحة، تعلمون البخاري وانتقاء البخاري للرجال. قال حدثنا، رضي الله عنكم جميعا، قال حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف من ثقات الأزبات، رواه الجماعة، شيخ البخاري. قال أخبرنا مالك، مالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم، عن ابن شهاب الزهري وهو أمير المؤمنين في الحديث، عن عيسى بن طلحة ومن ثقات الأزبات، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال الرجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. وأيضا روى بسنده عن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال افعل ولا حرج لهن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. هذه الأحاديث كلها أيضا في تنصب في هذا الباب على، الحمد لله كلها على، أن تيسير الله جل وعلا في مسائل الحج، بأنه ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. أما حديث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، قال يعني، يقول حديث أيضا تابعه معمر عن الزهري، أي تابع صالحا، وهذه المتابعة أخرج مسلم أيضا من حديث عبد الرزاق عنه، فإذا الطريق صالح التصريح بسماع ابن شهاب عن عيسى بن طلحة، ومعناه أنه يجوز أن يسأل العالم وإن كان مشتغلا بطاعة الله، يعني وإن كان منشغلا بالطاعة له أن يسأله، لأنه لن تستقيم عبادته إلا بسؤاله، فله أن يسأل العالم، وإلا فهو قد فعل على ما قال الله جل في علاه. نعم، الله المستعان، الحمد لله، أن الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان التيسير من الله جل في علاه على باب السؤال، بأنه كان يقول افعل ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. وكان ذلك، وكل ذلك طاعة لله جل في علاه، الإجابة عن السؤال، وأيضا السؤال حين الطاعة، كلها طاعة لله جل في علاه. إسماعيل اعترض على ذلك وقال ليس في حديث أنه كان على الدابة، وكان واقفا لكن ما كان على الدابة، يعني الحديث لم يصرح بالدابة. ولا في حديثنا وحديث بندار عن يحيى بن عبد الرحمن جلس في حجة الوداع فقام رجل. حديث ابن جريج عن ابن شهاب بينما هو يخطب يوم النحر، فإن قال فيه بعضهم أنه كان واقف على راحلته فقد يجوز أن يكون ركبها وجلس عليها ثم وقف، وإنما ذكر ذلك عن صالح، ذكر ذلك عن صالح ابن كيسان عن الزهري. الحق أن في الحديث رضي الله عنك أحسن الله لكم جميعا، في الحديث قال وقف على ناقته، وهو صريح في المقصود، هذا صريح في المقصود، وقوله لم أشعر الظاهر أنه كان جاهلا لقوله في الرواية كنت أحسب أن كذا قبل كذا. نعم، واحتمل أن المراد بقوله لا حرج يعني لا إثم، لأن الحرج هو الإثم.
وفي الحقيقة أنه كما قلنا هذا من باب تيسير الله على عباد الله، أنه ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال لا حرج. والعلماء يقولون بعضهم كأحمد يقول مسألة عدم الترتيب، مسألة عدم الترتيب في الذي ينسى أو يجهل، قال تصح للناس والجاهل. والحق أن نقول بأن مسألة الناس والجاهل لما قالوا بذلك، قالوا بذلك لأن النبي في فعله كان يرتب الأفعال، رنحت رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، وقال خذوا عني مناسككم، فهنا رتب النبي وأمر بالأخذ عنه في الترتيب. لذلك أحمد قال الترتيب واجب، الترتيب واجب، وهذا الترتيب يسقط إن كان ناسيا أو جاهلا. والصحيح أن الجماهير قالوا الترتيب واجب إلا في يوم النحر وما بعد من أيام التشريق، سواء كان ناسيا أو غير ناسي، لأن الرجل قال حلقت حلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج، قال نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، ارمي ولا حرج. وهذا على العموم على الإطلاق، يعني المسألة ليست واقفة على مسألة النسيان أو الجهل، ولكن يؤكدها إذا كان في غير النسيان والجهل قال أفعل ولا حرج، فما باله في النسيان والجهل؟ قال لم أشعر، يعني لم أعلم، فنحرت قبل أرمي أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. سواء كان هنا لم أشعر لم أعلم أو لم أتذكر نسيته، فهما سواء، قال لا 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 حرج. وجاءني الحديث على العموم، ما سئل عما قد عن شيء قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج. البخاري روى الحديث الأخير في الثلاثة عن إسحاق، حدثنا يعقوب، وذكر الجزياني أنه ابن منصور نسب ابن السكن والأصيلي قال، وذكر أبو نصر أن ابن منصور وإسحاق بن إبراهيم يرويانه عن يعقوب. ورواه أبو نعيم من حديث ابن الشيراوي، حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب، فأكون إسحاق بن إبراهيم هنا طبعا ابن رهوي، لأن عبد الله بن محمد بن الشيراوي روى عنه مسنده، ولم تعلم له رواية عن إسحاق بن منصور، يعني إسحاق هنا هو إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن رهوي. الفوائد المستنبطة: ديننا دين اليسر، ما سئل عن شيء قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج. ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. من وين هذه الفائدة؟ الفرد هنا أنه قال لم أشعر. عليكم السلام وبركاته الأستاذ الكريم، الله يبارك فيك. لم أشعر ففعلت كذا، فنقول هذا فرد من أفراد العموم. والعموم والإطلاق جاء على أنه في كل فعل يفعله لا حرج فيه. وجوب الرجوع إلى العلماء، وجوب الرجوع إلى العلماء. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.